أحدث البرايم الثاني عيشت المشاهير ديالنا في أجواء تنافسية جديدة واستثنائية بالنسبة لهم. لا ديسبوزيسيون ديال لو بون طراواي داكشي غريب شي شويه. اختبار وحيد بعنوان الأطباق التوأم. النجوم دخلوا غمارو بروح تباري عالية ومع على شكل ثنائيات، لكن ظروف الاشتغال ما كانتش عادية. والله تدوا لي الزبدة وحق الله، فين هي الزبدة ديالي؟ كان مفروض عليهم يرسموا معالم أطباقهم ويتواصلوا بالسمع فقط. حنايا مجموعين وكنشوفوا وما كنطيبوش داكشي هو هذاك. ومن بعد لحظات كلها غوات. جبت حنا خدمنا شغب وضغط المنافسة. جيت ندير لاصوص من فوق وتفكعت ليا. الثنائية تقدموا أطباقهم للجنة والضيفة ديالهم، تمت عملية تذوق وكان تميز ومبلغ 5000 درهم للثنائي الرمادي والبنفسجي. لقيت اللي سمعت الرمادي اول حاجه درت شفت في الطابليه ديالي وانا فرحت. فرحت بزاف لانني بغيت نقدم للجمعيه ديالي شي حاجه. اما اليوم فالمسابقه غادي تاخذ طعم مغاير، لان نجومنا غادي يتقاسموا اماكن اشتغالهم مع شخصيات كتعني لهم الشيء الكثير، والروح الطفوليه غتكون سيده الموقف. واش المشاهير ديالنا غادي ينجحوا في مهمه الطبخ مع الاطفال؟ واش غادي يقدروا يحضروا اطباق لتبردوق الصغار قبل الكبار؟ خليكم معنا باش نكتشفوا الاجوبه. درهم الموعد اليوم مع الإطلالة قبل الأخيرة ديال نجومنا داخل منافسة ماستر شيف سيليبريتي. الكل نسجم مع أجواء التباري في المجال المطبخي، وأكيد مازال غنشوفوا أوجه جديدة في الإبداع الذوقي عند مشاهيرنا. داخل واحد العزيمة قوية، حيت لا بروميير دوزيام ايبروف كنت حاضر كود كور، عندي دوز اتوال. وصلنا البريم الثالث، ما بقى والو، بقى أسبوع الفينال. ثلاث الأسابيع دابا وحنا في ماستر شيف، دوزنا اوقات زوينه، قربنا لافان. السلام عليكم ومرحبا بكم في البرايم الثالث ديال ماستر شيف سيليبريتي. هذه السيمانه الثالثه درنا بزاف الاختبارات ومغامرات، وكانوا بزاف ديال المفاجات، وتعلمتوا بزاف الحوايج، وحنا فخورين بكم في هذا البرايم. هذا دابا كل شيء بدا كيتعرف بيناتكم، بديتوا كنساجموا، ولكن في هذا البرايم هذا عندكم واحد المفاجاه كبيره. ردوا البال في الخدمه ديالكم وكونوا فوق المستوى، وانا بغيت وكنتمنى تدخلوا للكوزينه اللي ما عمرو تيب يولي تيطيب، وكنطلب للمغاربه كلهم وكنطلب من المغاربه كلهم بانه اللي دخل الكوزينه راه ماشي عيب يدخل، لانه سيت ان ليو كيتجمعوا العائلات كلهم، كل واحد كيقشر الخضره، كل واحد كيدير حاجه. اذا تبعوا الكوزينه راه فن. شكرا شيف. ميرسي. المطبخ هو القلب النابض ديال البيت. اكزاكتومون. والطياب هي لا ميور فاسون باش تقول للناس ديال الاسره ديالك انك تحبهم. هنيئا لك. وي وي وي. كل اصرار باش نعاود نفوز ان شاء الله بشي نجمه جيتو الناس هاد النجمه هذه. الصراحه ما كانش عندي ستريس، لانه اللي يربح ماشي مشكل، حنا كاملين خوت، ولكن كنت كنتمتع لانه هذا الطبق الثالث في حياتي يعني عمري ما طيبت. حنا لجنة تحكيم عارفين والمشاهدين ديالنا أنه عندكم قاعدة جماهيرية كبيرة، وكاينين بزاف اللي تيحاولوا يقلدوكم أو يشبهوا لكم، خصوصا اللي صغار ولا مازال نقولوا جن. أي ولا لا؟ كاين الشاب. مستعدين باش تكتشفوا؟ ويشاب. هزي هذاك لي بوكس هكا ولا كنلقط العادي الغنمي حتى يديرها تبارك الله طليعه زويونه كوطليطات. بان لي السردين ونقول له اهلا اهلا ايها السردين العزيز، لان السردين زوين. ملي هزيت حتى كتبان لي الكبده، واحد الكبده مكسله، ما بقيتش كنشوف، وكنقول بون الكبده سي ديجا با مال. تفاجات بزاف لان الكبده صعيبه بزاف باش تطيبها الاطفال بري صغار. عثمان امشي عندك الصندوق الغامض وطلعها. اش غدير بها؟ إما مفورة بلا موتارد وجفي لا كراميليزي، ولا إما بالبرقوق. فاتي أشنو عندك في الصندوق الغامض؟ عندي دجاجة الشاف. أنا في كاع الأحوال ما عنديش حتى مشكل مع حتى حاجة اللي جبتوها لي نطيبها.
برافو فاتي حماقة. اش عندك صندوق الغامض؟ الكويد لاماك وباغي تخسر وجهك هكاك حيتاش حرام. دابا انا باش غنبدا باش هاد الطوانق ولا غنبدا باش بهاد التقصيره؟ واش غنديروا بلا واحد ولا انا خمسه عند الخمسه؟ هانتي غتعرفي من بعد باش نسولها مينيكس. اش عندك؟ معايا بدرو عندنا حوته غنطلعوا لطنجه نردوها للبحر سالينا. اش من نوع طلب حوت؟ واقيلا لولو ولا لوباغ، باقي ما فرقتي بيناتهم جوج. هادشي اللي كاين دونك انا مستعد ان شاء الله. توفيق جونيور اش عندك تما في هذاك الصندوق الغامض الكبير؟ والكبده. كي غتصوبوها؟ ما نعرف سول بابا سول دومبيك. دومبيك؟ دابا هذا واحد الفاسخور كيجبدوا بها قدام الناس. انا كيكون معايا كيكون مكلمن، ودابا انا كيبغي يبين لك زعما راني حرش. تتعجبك الكبده؟ والصندوق الصغير كيلبس باس. نجات اش في زهرك؟ زهرك يحمق. انا كيبان لي بلي غنقليو الحوت وهادو غنديرو اوبايلا. لا ماشي ولدي ماشي ولدي ماشي ولدي. بابو بابو كوه وغنديرو معاه لا مايونيز. وي وديرو مع الحوت تيجي بنين. شوفوا راشد مش كما كتلاحظوا سيداتي وسادتي، اجواء حارقه في السوق ديالنا اليوم. البصله دايره الثمن، الثومه دايره الثمن، الربيع داير الثمن، تبارك الله عليك، وحتى من الفريز داير الثمن. لافونتاج ديال اليوم لي بيسري تبقى محلوله طوله الاختبار، لي شيف داروا معنا مزيان حيت كاينه حاضرين الاطفال. اذا هو امتياز غادي يخلي نجومنا يبداو الاختبار بضغط اقل، وكيبقى فقط التسارع لاختيار المرافقات المطلوبه قبل ما يوصلوا لها باقي المنافسين. معظم المكونات اخترت، وهنا غتبدا اصعب مرحله وهي اختيار المهمة المثلى للمرافقين الصغار. هذا غيبقى خضر بلا ما تعمليه معاهم. فهمتي؟ غيتغسلوا يتغسلوا. غيتغسل كل شيء، غير ديريهم هنايا باش نعرفوا كل حاجة. هادو خليهم أبخي. أجي أجي زينب أجي أجي بارك عليك أجي. فوجتك. حاجتك هادو. لحد الآن الأمور غدا بشكل جيد، تحضيرات بدات والأطفال مستمتعين بالمساعدة، خاص فقط يكونوا حذرين من الأدوات الحادة، وهذه مهمة المشاهير ديالنا اللي نبغيو نتعرفوا على الأفكار اللي غادي نشتغلوا عليها إنتاجهم، وواش غيضيفوا عليها روح طفولية. أش تمال بيك؟ نصنعوا واحد اللعبة كتشبه الدار بالجردة ديالها باللعيبة ديالها، أباز دو غاتاتوي والكبدة. غيكونوا دراري صغار اللي غادي يتطوقوا، علاش بغينا نشوف شي حاجة اللي غريبة؟ نطبقوا واحد اللي ما بي ليما بفي واحد الجردة وداك الشيء وداك الشيء البوه والصف غنسميوه مهم ما بقيتش عاقل على سمية. الاختبار ديال اليوم واعر بزاف، عطاوني بزاف ديال الحوت ودونك بقيت كنخمم اش غنديرو به لانه اختبار صعيب. من بين الحوايج الزوينين اليوم هي انه غالي حاضر معايا ومفرحني وعاجبني الحال. باش نربحوا النجمه ونربحوا 5000 درهم للجمعيه شنو ندير لك دابا؟ بلاتي غندير هذا الشيء تشحر. انا تشحروا لك؟ لا المقله البوطه هذا الشيء انا لا البوطه واعره عليك صافي. في البلاط ديالنا نصايبوا البايله بالرز وغنديروا الكالامار كروفيت ونديرو طوماط كاميليزي. قول ندير شي حاجه حلوه دبغيت ندير مع العسل مع شي سكر وشي عسل رق رق وانا سكر خذ هذا تعاونوا شو راه هو المنافس ديالنا ولكن صح كيفاش نو كيفاش تعاونوا راه غيربحوا نار خص تعاوني انا بوحدي تقول لي لا لا ماما نعاونوا نعاونوا ما نعاونوا. شيء جميل وكيحسس بالفخر نشوفوا اطفال بلادنا كتشع منهم الروح والقيم الانسانيه. والاكيد اليوم غتنضاف لهم روح التنافس والمغامره مع ماستر شاف. اش غطيبي لينا عبله؟ بقينا في الصندوق الغامق لي شوت بروكسل والحوت، دونك حاولنا ندير واحد الميكس ديالهم، دونك غنديروا الحوته بالسيترون والملحه افيك لي شوت بروكسل. وين هاد الكوكوت شحال راسها قاصح كتسحب راسها زعما جميله الكوكوت غتبقاي غير كوكوت. غادي نوجدوا جوج ديال الاطباق، واحد بالكبده، واحد غنديروا فيه ميكي ماوس، واحد غنحاولوا نديروا فيه ميني ماوس. لا اليوم جبرت الحوت يا كفدرو جبرنا شنو جبرنا بدرو؟ حوت الحوت حنا الحوت طنجه معروفه بالحوت فنحاولوا نطيبوها بطريقه واحد الطريقه شماليه ان شاء الله. نتمنوا تعجب الشيف مربحوا شي نجمه هذه المره. صراحه انا وبدر حاولنا نعملوا شي حاجه اللي تثير الانتباه لان العيال صغارين عزيز لهم منظر اكثر من المذاق. بقينا هذا الخيزو دابا غادي سميتو غادي نسلقوه من بعد غنصوتي. انا ملي جيت لهذا البرنامج وانا غنصوتي فهمتي غنصوتي في الزبده والربيع والثومه والمسائل
داو غنقطعوه شكيلات باش يبقى اللون ديالو ونخلي ليه الكلاصه. يعني باش تقنع الدراري الصغار حاولنا يعني حنا انا والاخت ديالي نلعبوا على شي حاجه ديال الدراري الصغار والله اللي غتعجبو. بوطات كاع عامرين الجيران عندنا حتى هما ما تيبداو في الطياب من الديبار. كاع الماء اللي كاينين في تاريخ ماستر شاف كيتغسلوا حدايا والريح سويقه. اش هاد الحصله؟ ويلي ويلي واش هاد البصله؟ واو واو دندلان ساكره بحدا دح. اذا تحدي اليوم لامام مشاهيرنا تحضير طبق رئيسي بزوج طباسل وفي ساعه، ولازم ايجاد خلطه ساحره كتجمع ما بين اللحوم والخضر وخصوصا اللي تعجب الاطفال. نورا اشنو فلسفتك في هذا الاختبار؟ نصاوبوا السردين والمهرجان ديال الخضر دايرين به. يعني انا وإيناس في هذه اللحظه كنخترعوا، ما عندناش ينغص الكلام، مي كنقولوا هذه الا زدناهاش غتجي مزيانه. ياك إيناس قدرت هضرت انتينا. دابا حنايا اونيساي ناخذوا اني في كرياتيف من داكشي اللي غنصوبوا، سي توجور دو لا كرياسيون، وكنخلطوا نو زيدي بجوج وكتعطينا واحد الريزلتا. إيناس طفله ذكيه جدا وعندها افكار، يعني ما كانش حدايا الطفله، كانت حدايا واحد الشخص عارف الكوزينه وعارف شنو كطلب الكوزينه. اليوم غادي نوجدوا دي نوغات حيت سي دي زونفون سي دي شيف انفون اللي غادي يذوقوا اليوم، وخاصنا نديروا شي حاجه اللي كتعجب للدراري الصغار. فقلت غادي ندير لي نوغات، غادي ندير البصله كاراميليزي مع لي ليغوم اللي عندي. انا فرحان حيت جو كوزين مع مامي، غادي نعاون ماما باش تربح اليوم. الخدمه مع ميزو زوينه بزاف، حيت ميزو كيسمع الهضره وماشي شي واحد مبرزيط، بالعكس كيعاون. سير بحالك، سير عند بوك تعطيك الموس. اويلي عطيه لي ما عطيهاش اختي ويلي انا مالي انا والده. هاد البلاص ديالنا غادي ندير كلامار معمره بالروز وبلي بخوفات والخضيره، واكوتي غادي ندير المارميت جو بيشتور فيها لي زيكروفيس فيها لي بالو. 40 دقيقة فقط اللي كتفصلنا على نهاية اختبار اللمسة الذوقية الطفولية، والبعض كيف تابعنا مازال ما وضحش عنده الصورة النهائية لإنتاجه، والتخوف كيتزاد خصوصا ضيوف اللجنة ماشي عاديين، راهم دي شاف جونيور. عثمان اش كاين في الكاميلا؟ اتفقنا انا والكسكوت غنديروا لي كوتليت دانيو صوص موطارد ماريني، المهم داكشي معسل، غنديروهم مقليين اي فور باش يكون داك لو كوتي كاراميليزي ديال ديك لا كروت ديال الشحيمة. اي بوي دي كاروت لي ميني كاروت غنديروهم كاراميليزي في العسل والزبده افيك شويه ديال السيترون مليحه باش يكون داك لو كوتي سكري او ميم طون كروكون لي زونفون يقدو يعجبهم. انا فرحانة بزاف اليوم حيت جيت نطيب مع بابا. انا ومهدي ان شاء الله غادي نوجدو السردين اونغولي مع الفلفله اللي هي هنا، وغادي نحاولوا نخضروه بهذا الشيء اللي كتشوف فيه، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، شويه ديال، ونحاولوا نديروا شي حاجه شويه سكري. الدراري الصغار كنوجدوا اللفت غنحاول نعسلو شويه، دونك هو دابا ياكلوا الدراري الصغار، حيت اللفت انا ما عزيزش عليا، دونك غنديروا بواحد الطريقه، غنديروا معاه الكاوكاو، غنديروا معاه العسل، نعسلوه مزيان. مكونش يقدروا ياكلوا الدراري الصغار ما يعرفوش اللفت. نقدموا شي حاجه ماشي بالطريقه التقليديه، يعني الطريقه شويه عصريه وما يفهموهاش الدراري الصغار شنو كياكلوا، المهم تجيهم شي حاجه زوينه. عجبني الحال حيت يا بنتي طيب معايا. انتباه ويسال، انتباه ويسال، ما بقات لكم غير 30 دقيقه. يلا الله يعاونكم. نصف مدة التحدي مرات، وإيقاع الضغط في ارتفاع مستمر عند نجومنا وبالأخص عند الوليدات اللي هازينها من الفوز أكثر ومقدمين مستوى محترم. ألوغ جو في ميتخ لي سردين ديالي في الفران، سينو غادي نبدا بعدا نحاول نقي توسكياسه نحيدو كاع الخضر عندي اللي خصو يطيب في شي كاسرول راه في بلاصتو. بديت كنفهم شناهي المسابقة وشناهو ماستر شيف، لانه ماستر شيف هو الوقت. زعما كلشي مكونسونطري، زعما شنو زعما حتى واحد زعما ما نخربقو حتى شو. علاش قلت تكونسونطرا خويا؟ علاش رشيد مره اخرى غادي يبدا يؤدي المهمه اللي كتقنها وهي الشغب. الانسجام ظهر ما بين الثنائيات، وكل نجم كيحاول يستغل نقطه القوه اللي عند المساعد ديالو باش يقدم طبق يبهر الصغار والكبار. اشنو راي الشيف مريم والشيف محا في اجواء التحدي الخاص جدا؟ اللي عجبني بزاف في هذا الاختبار
وهو شوف دابا كيف تنقولوا بحال السوق، شوف الدنيا شحال عامره تبارك الله، الروايح ما نقولوش ما نهضروش. تنظن عمرنا ما كان عندنا 24 مشارك، نقدروا نقولوا مشاركة اول مره 24 على البلاطو، يمكن واحد لومبيونس سبيسيال. والحاجه اللي زوينه هي تنشوفوا كيفاش هذوك الدراري الصغار مقاتلين مع ليكيب ديالهم. حاجه تاهي اللي تنشوف انه كل واحد تيحاول يفكر في واحد لا روسيت اللي تعجب الكبار ولكن خصوصا الصغار، حيت غيكون عندنا الضيوف دي ميني شيف في لجنه التحكيم. واحد لومبيونس فريمون المره الاولى في ماستر شيف على العموم، ماشي حتى في سيليبريتي لي بحالك. شيف محمد لكن نعم اولدي لكن كنبغي ندير الملحمه ما كندير لها هكا. بغيتي دير الملح هكا سير دير الملح كندير لها هكا. يلا سيزري كيف كتشوفي الدراري لي زونفون سون انوسون؟ قال لك انا بغيت ندير الملح هكا. قلت له بيان سور. تيصيفطوا الصغار باش يسولونا حيت عارفين انا وياك شيف محمد ما غنقول لهمش لا. وبطبيعه الحال كيبداو يسولوا اسئله في محلها. رشيد دير الانيماسيون تبارك الله عليه. رشيد ما عرفتش واش خدام في البوست ديالو ولا ديال شي واحد اخر، تنشوفو غير تيدور في البلاطو دونك ما عرفتش. رشيد اختو غتكون 100 مره احسن منه في الشطه. وي وي راه شفت هادشي لا في التقنيات ديالها، وهي اللي قالت لي شوف كيفاش غنديروا الفهم. شي واحد يتعامل معنا يصوب لنا شي صوص بصله حلوه شافها ليها الله. شو انا راه عمري ما درتها. انا اللي عصبني ومرض لي هي واحد لاصوص بغيت نديرها حلوه، درت البصله كندير هكا زدت عليها الزبده فاضت لي على البصله، الدريه ما عبله قالت لي زدتي الزبده بزاف. كل ايادي صغيره وكبيره متجنده لتحضير ابداع ذوقي يثبتوا به ذاتهم في عالم الطبخ، يخليوا به بصمه متميزه في الخزينه المطبخيه ديال ماستر شيف، والاهم يضمنوا مبلغ جديد للجمعيه ويزينوا طابليتهم بنجمه جديده. لكن مع ضغط الوقت وعدم امتلاك المهارات الكافيه في الطبخ، المهمه ماشي سهله. تبعوني يا مزيان ويشا قاتلكم 15 دقيقة ويشا. تبعوني يا مزيان ويشا قاتلكم 15 دقيقة ويشا. بالإعلان على 15 دقيقة المتبقية كيتم الإعلان رسميا على تصاعد الضغط كل أماكن الاشتغال، والكثير من الضغط كيخلق القلق وبعض الأخطاء. 15 دقيقة بقى مرونة وكنقيس في هادي وكنحطها وكنقيس في هادي وفريمون طرونت. ودابا الشمس كتمر مرة تتحلو عليه واش وحيدي وخلي انا اللحم ديالي يطيب. خدمة حدا عبلة شوية مديرونجية بزاف الدرية ديال السناب مالو. سيرو تتساليو من هذاك الفران وعيطوا ليا. ربع ساعة ستريس كنطلع على الفراد، ما عرفتش انا بانه اللي طلص الى الفران كتطلع اللهبة طلع سيدي واحد اللحظة هيدا فهمتي. لا كيزين كتبغي لا ديسيبلين وكتبغي ما تستريسيش وكتبغي تبقى كالم. يا ربي تصدق ليا شي حاجة يا ربي. لا غير حطهم غير حطهم ينشفوا شويه بلا ما تقيسهمش، غير حطهم يطلقوا البعض ديال وا ارى لي موس زين فين تتمشي. في الوقت اللي رشيد مازال مضارب مع الفران والطياب، البعض بداو اللمسات الاولى في الدريساج اللي بدوره خاصو يكون في ابتكار من عالم الطفوله. الدريساج كما قلنا ديما ليس از مور، لو موان سي لو بلوس. كل الاصابع كتسابق مع الثواني الاخيره من عمر هذا الاختبار اللي شهد اكبر عدد من المشاركين في تاريخ ماستر شيف المغرب داخل الورشه. الثنائي اللي غيتمكن من الدريساج الجيد هو اللي كيمتلك مخيله كلها الوان واشكال تبهر لي شيف الصغار واللجنه اللي غيتذوقوا. انتباه ويشاف اختبار السنه 3 2 1 زويتكم زويتكم. انس تفضل. شرف كبير انني نكون مع الفائزين ديال اللقب ديال ماستر شيف جونيور. انس قبل ما نبداو التذوق كيف كتشوف اللي حاضرين معنا في لجنه التحكيم ماستر شيف سيليبريتي حاملة اللقب ماستر شيف جونيور مريم دعاء، وبطبيعة الحال الفيناليست كامل، ومعنا بطبيعة الحال رنا و لينا بارك الله عليكم.
كيف كان الاختبار وقدم الطبق ديالك على الناس؟ طبق او ميم طون حاولت ندير بالسردين انني نقيتهم، ومن بعد درت واحد الشرموله اللي هي متكونه من بزاف ديال المسائل. انس، اول حاجه اللي بغي نقول لك وهو تقديم، درتي واحد المجهود كبير، تبارك الله عليك. بارك الله فيك. مزال تبارك الله عليك. ندوزو للتذوق. يلا يلا بسم الله. بون ابيتي. لي جوري قالوا ان لا بريزونطاسيون زوينه، ايوا 50% بعدا كاينه، بقات لنا ان شاء الله 50% ديال التذوق. اول حاجه كنهنيه الثياب ديال السرديل، فن بطاطا حلوه اول مره كندوخها يعني كغاميليزي بهذا النوع هذا. كامل كيف جاك الطبق؟ بعدا لا بريزونطاسيون كانت زوينه، ما عمري ما دقت لي بطاطا كغاميليزي بحال هكا، واول بوغ اون بروميير فوا راه زوين. دعاء، لا بريزونطاسيون زوينه، عجبوني هاد لي بروكولي باش داو عليهم اللوز، داو على شكل شجيرات عجبوني، وبالنسبه للبطاطا فيها كراميليزي ما عمري ما دقتها وعجبتني. ندوزو المتابعين ماجي. يلا بسم الله. نورا تفضلي. هزيت الاطباق واتجهت نحو لجنه التحكيم اللي كتكون من البراعم. نورا، كي جاك هذا الاختبار؟ ايناس كانت بحال بنتي واحده اخرى، حتى هي كان عندها دي زيدي، عندها دي بروبوزيسيون. شنو واحد درتو لنا في الطبق؟ كيف ما وعدناكم السردين دخلنا في لوفور واشتغلنا بلي لي فخوي فيغ، درنا اون بوري ببطاطا وخيزو من السماء، شويه بالقزبور وشويه الحامض، ومليحه بزاف. نورا ما بقينا غير ندوزو التذوق. شكرا بزاف. شكرا. وانا راجعه كنقول يا ربي الطبق اللي وجدت يعجبهم ويلقاو فيه المذاقات اللي كيتسناو. تنفهموا التمرين هو انه خاصهم يصوبوا شي حاجه اللي غيعجب الدراري الصغار، اجتهدوا في هذا الشيء، داروا اللوينات زويونين، على العموم كاين مجهود. رنا شنو ندير لك؟ عجبتني لا بيغي، لا بريزونطاسيون هي زوينه، اللقوق ما مقشرش مزيان. وبالنسبه للسرديل عجبك؟ وي الي تري بون. ندوزو للمتابعين الماجي. عثمان تفضل. عثمان انت رياضي باسكيتور اللي بزاف ما كيعرفوهاش، وفنان رابور، اطفال غادي يبغيو يسمعوا منك شي حاجه حتى حنا الكبار. غنيو معايا باسكو جو بونس كونيس لو مورسو. يلا. واش انت سافا ولا سافا با؟ لا 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 سافا با. واش انت سافا ولا سافا با؟ لا 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 سافا با. جيسبيغ سافا يا لي. دابا راه تيقول لكم هكا باش تقول لي راه الطبق مزيان. كيف دازت المسابقة عثمان؟ سوبر سوربريز مع البنيتة و ان جولي بينوم. كان واحد الانسجام عائلي. لا فرونشمون واعر كاع بزاف. الله يخلي لك وليداتك ومدام والعائلة ديالك. ميرسي. شكرا، دوزو التذوق. شكرا عثمان. ميرسي. تبارك الله عليه، لا من خيزو ولا من لاصوص ولا بنين تشهيت المشاهدين يذوقوا حتى هما. لينا شنو ظهر لك؟ لا بريزونطاسيون اي لي بون اي توت اي بيان كوي اي لا صوص عندها ان ميلانج ديال مالح وسكري اي سي بون. يلا دوزو المتابعين ماجي. يلا بسم الله. كليله تفضلي. كليله، كي جاك الطياب مع اطفال؟ جاني زوين بزاف وممتع، عاونتني بزاف، ما كانش صعيب لان ما كانش عندنا شي مقادير صعيبه بزاف، كانت عندنا الكبده. وشو قررتوا باش ديروا بالكبده؟ قررت بما ان الاطفال ما تتعجبهمش الكبده، انا الكبيره ما كتعجبنيش، قررت ندير لهم ميكي ماوس وميني ماوس. الفكره كاينه، تنتمنوا المذاق يكون في المستوى ان شاء الله. شكرا بزاف كليله، تفضلي. ميرسي. الفكرة كانت مزيانة باش دير ميني ماوس وميكي ماوس، خدموا واحد الشرمولة اللي غطات شي شوية على نقدروا نقولوا هذيك السفورية اللي نقدروا نلقاو في الكبدة. مريم دعاء، شنو ظهر لك؟ لا بريزونطاسيون عجبتني، عاون الكبدة شوية قاطعة. دوزو متبرج ماجي. يلا بسم الله. أمينوك تفضل. امينوكس، كي داز الاختبار؟ داز مزيان وبزاف، لان انا اصلا عزيز عليا الاطفال، ومن الحاجات اللي كنتمنى في حياتي هي ندير شي برنامج مع الاطفال، كنحماق على الدراري الصغار، حيت انا شويه بحالهم صغيور. السلام عليكم ايها الاطفال الصغار، تعالوا الى هنا لتذوقوا هذا الطبق العجيب، ستحبونه كثيرا.
بحال هذا الشيء. زوين الطبق ديالنا. كما قدمتها لكم كطبق عائلي، كلكم تقدروا تشاركوه وتقسموا على بعضياتكم. والبيوري سي بوغ لي زونفون، درنا فيه واحد الوجيه زوين، الا شفتوا عوينات وكاين النويف وكاين ابتسام. دونك جيسبر ان شاء الله يعجبكم. اميلوكس تفضل. ميرسي بوكو. شكرا ميرسي. اكسلون تياب ديال الحوت مخير لا بيغي تاعي تبارك الله عليها. كامل كيف جاك الطبق ديال اميلوكس؟ لا فيغيتي اللول ديالو كان زوين بزاف، حتى لا بيغي فيها مذاق زوين ولي كاروت حتى هما. ندوزو متبري ماجي؟ يلا بسم الله. عبلة تفضلي. كنشوف لي ميني شيف جونيور ستريسات، حيت انا عارفه هما ما كيعجبهمش بزاف داك لي بلا لي شوت بروكسيل اللي درنا اليوم. عبلة كي جاتك التجربه وانت تطيبي مع لو سوزي ديالك؟ هاد التجربه عجبتني بزاف، حيت هي اللي صدقت انا متبعها، انا اللي اليوم هي كانت الشيف ديالي. مزيان مزيان. شكرا عبلة، غندوزو التطبق. شكرا تفضلي. ميرسي. هاد الطبق الحاجه توب اللي تنظن ما نقدروا نقولوا عليها حتى شي حاجه هو لا سيزونمون او التوابل اللي استعملوا. كل حاجه اللي تنذوقوا فيها لا كونتيتي او 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 الملحه القوام ديالها، سي فريمون تري 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 بون اون غو. رانا لا بريزونطاسيون زوينه، سورتو لا صوص في ان بو داسيد بيسكو انا جادار لاسيديتي اي لو بواسون دابيتود انا جيم با لو بواسون مي سولي لا افيك لا صوص سا في ان جولي ميلانج. شكرا رانا، غندوزو متبري الماجي. يلا يلا قمر تفضلي. قمر اش سميتي الطبق ديالك؟ الطبق ديالي سميتو بس، حيت البسبس رغم انه كيكون كبير هذا صغير سميتو بس. نص ديال بس بس. بس كذا. تخدم زوين. الحمد لله. والدخان فن. شكرا. قمر تفضلي. قمر درت واحد المجهود كبير في التقديم اكسلون، ولا فارس اللي درت مع الكالامار ودرت لونك دو سيش مع سميتو تري 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 بون تبارك الله عليها. لينا اجنو دار لك في الطبق ديال القمر. لا بريزونطاسيون زوينه بزاف، والكالامار بقى ليها مو وزوين. دوزو متالي ماجي. يلا بسم الله. فاتي تفضلي. فرحانه بزاف بزاف من الطبق اللي قدمت، حيت ما كنتش متوقعه غادي ندير شي حاجه بحال هكا. فاتي حاولتي ديري الطبق اللي تقدري تصوبي لولدك وياكلو بسهوله، دونك ما نسيتيش شنو قلنا لكم في الاول. اكزاكتومون، انا فكرت حيت جو ريوم سي دي زونفون، وقلت الحاجه اللي غادي تعجب الاولاد الصغار درت لي نوغات، وفي الجهه الاخرى درت لي ليغوم سوتي وفي فوالا. فاتي ما بقى لنا غير ندوزو للتذوق. شكرا بزاف. شكرا تفضلي. ان بلا اكيليبري فيه لي ليغوم، فيه نوع من اللحوم، وفيه واحد لو بيست اكومبانيمون، والمذاقات كاملين شي مذاقات اللي يقدروا يعجبوا الكبار ولكن خصوصا الصغار. مريم كي جاك الطبق؟ جاني زوين، لا بريزونطاسيون زوينه، كلشي زوين. بعدا كاين انا عجبني وحاولت دير حتى لي ليغوم سوتي باش توازن ما بين زعما كاين الماكله الصحيه والماكله العاديه. انا عجبني بزاف. دوزو متبري الماجي. يلا رشيد تفضل. ما تقوليش اول مره كتشوف خيزو صغير. لا 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 كنعرف انا كاين خيزو صغير مويه كبير، ولكن بهذا الشكل هذا في شكل يعني كيبغيك تتعامل معاه بشويه بشويه، ما طيبتوش بزاف فهمتي، خليته شويه باش تحنين معاه. تحنين معاه فوالا، تعاملت معاه زوين. تفضل رشيد. شكرا. ميرسي. بارك الله عليكم. جتان. طبق ديال رشيد تبارك الله عليه اخته، طبق بعد اللحم زبده 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 اكسلون تري تري بون. طبعا حال التقديم داروا واحد الشات ما عرفتش وقع عليهم، دابا شافوا عائلتهم وحداكم. لا لا نسيتي بان ليا. تنظن زينب اختو واخا السن مازال صغيره تنظن تطيب مزيان، باينه داخل الكوزينه. باينه داخل الكوزينه تنظن. كامله شنو ظهر لك؟
هاد لا بتيت سالاد فيها الرمان والعنب، جابت شويه ديال لاسيديتي زوينه. لي كاروت سون بيان كويت، واللحم بحال اللي قلتي زبده بنين بنين. شكرا، ندوزو للمتابعين المجي. يلا بسم الله بيك، تفضل. واش قدرت تفسر لنا الطبق ديالك؟ جي جوي سور لي كولور سور لي سور ان ميكس ايريال سون بور اوتون فيغ. سكو كاينه الجرده كامله وما عندكش منين تدوز. الرب انت داكشي ديالك هذاك معطي لك مع الله، اولا عندك اجتهاد فيه، ولاني في الطبخ بدعتي هذه المره. انا جو بونس كو سي ولدي اللي بدع، باسكو جي ليسي ان بو لو ليبر شوا، قلت ليه شنو نديرو، انا بغيت ندير واحد اللعبه واش نمشيو في هذه. ولكن نديرو الفخيز، الفخيز سيتي سا سيتي لوي كي افي فولو سا، وانا بقيت كنخشي دوك اللعيبات جون داكشي اللي ما كيبغيش ياكل، ايبينار من هنا، كورجيت من هنا. شكرا، غندوز للتذوق. شكرا شكرا دوبي. كيفاش طحنوا هذيك الكبده؟ ما بقيناش والتوابل اللي استعملوا ما بقيناش نحسوا بالمذاق ديال الكبده. بالنسبه ليا طبق اللي يقدر يتكل بسهوله للدراري الصغار. رانا شنو دار لك؟ لا بريزونطاسيون زوينه، جي ادوري الكبده. لو في باش يدخل لي زيبينار في لا بوري سي اون بون ايدي، سي ميغا. دونك انا غندوزو للمتابعين المجي. يلا بسم الله. نجاة تفضلي. كنشوف لي زون الدراري الصغار كنقول واش غتعجبهم البايلا، واش غتعجبهم لي فخوي دماغ، الطريقه اللي صايبتو معنا. حنا فخورين بك نجاة، لانه بفضل ماستر شيف حبيتي الكوزينه، وكيف قلت في الاول دابا من بعد ماستر شيف غتبقى ديما عندك الكوزينه، الفن ديالك بطبيعه الحال هو الاول والكوزينه من بعدها. معقول غنبدا نطيب بصح غنبدا ندخل الكوزينه. واليوم كنت فرحانه بزاف انه كان معايا غالي، فرحان بزاف، وسورتو ملي صايبت لي بلا متفاجئ كيقول لي ماما كديري وكطيبي، بس فهمتي عجبني الحال، فرحت بزاف بزاف. ايوا شكرا نجاة، شكرا لكم. ميرسي ميرسي. بالنسبه ليا البايلا اكسلونت، بنينه زوينه، 30% في التبصير يكون خاوي شويه، بطبيعه الحال التبصير مشارجي مزيان، ولكن البايلا لذيذه. لينا كيفاش جاك الطبق؟ لا بريزونطاسيون زوينه، وبايلا الي تري بون، و كوكياج انا اصلا تعجبني كوكياج، مي بالطريقه اللي صايبتها جابتني سي تري بون. كان عجبك بزاف، انا كتعجبني. شكرا، ندوز للمتابعين المجي. يلا تفضل. ايهاب تفضل. ايهاب كيف جاتك تجربه في الطبخ مع امين اللي هو فان ديالك؟ هي تجربه زوينه، وكتعرف الدراري الصغار كتخاف عليهم شويه لانه كتكون شويه الامور صعيبه، فهو مسكين عاوني كيعطيني كيمد لي هادي، فكنشكرو والله يخليه لوالديه والله يحفظه يا رب. شيف عافاك قبل ما يخرج بغيتو يغني لنا ديك الاغنيه ديال قصوني جناحي. نغنيو. وبغيت نطير ياما قصولي جناحي، حتى من احلامي ياما طيحولي سلاحي، طيحولي سلاحي، يا الميمة. طلع عليك، برافو. شكرا، ان شاء الله يا شيخ. فرحانة. شكرا ايهاب. شكرا شيخ. تفضل. الطبق ديال ايهاب تبارك الله عليه. اول حاجه كيف حاول يقرب اللفته للدراري الصغار اللي ما تاكلوهاش، ودار لها العسيله، يعني ما غلطش في الخدمه ديالها. مريم دعاء اشنو ظهر لك في الطبق ديال ايهاب اللي انت الفان ديالو؟ بالنسبه للطبق ديال ايهاب عجبني بزاف، الدجاج كفوكون كيف حال اللي طيبات ايه في ماستر شيف، باش عطيتنا لا كافيرن ديال علي بابا. اكزاكت، وانا ما عقلت تبارك الله. ها وبالنسبه ل اللفت اللفت
كره انا عندي واحد الايدي الكوكب ما كانش عليه يدير ليه القشره حيت كيف بحال هكاك عطات واحد المذاق ديال المراريه. كره دابا بلا قشره ولكن المهم على العموم مجوع جوع بارك الله عليك. شاف محا لي ميني شاف بقى لنا غندوزو المداوله. يلا بسم الله يلا. وجات لحظة الجزاء من بعد ما نجومنا والمرافقين ديالهم قدموا لنا لوحة ذوقية مليئة بالمحبة الإبداع والحب الصادق اللي نابع من شغفهم لفعل الخير. باسم لجنة التحكيم في هذا الاختبار هذا في هذا البرايم هذا الاختبار كان مع الأطفال اللي هما من العائلة ديالكم ولادكم أو من العائلة ديالكم أو لفان ديالكم. كان اختبار فريد من نوعه والحاجة اللي أنا لاحظت وهو خرج منكم بزاف ديال الابداع لانه اعطاكم النفس باش تعطيو واحد الاجتهاد كبير وكلهم الاطباق كانوا الى لاحظتهم انتما راه غادي عارفينها اعطيتوا اطباق مخيرين لا في الالوان ولا في المذاقات ولا حتى في التقديم كل شيء تقريبا كان فوق المستوى ماشي انا اللي لاحظتها يعني حتى المشاهدين غادي يشوفوا النوعيه ديال الاطباق. تبارك الله عليكم برافو حتى كومبليمون دور دي ديغيت ايوا حاولوا زيدوا مازال تالقوا تقديم وفي المذاق مفهوم؟ وي شيف. طبيعة الحال تتعرفوا قانون اللعبة كل مرة في الاختبارات تيكون عندنا أن كود كور أو طبق المفضل ما كانش حاجة سهلة حيت بحال اللي قال لكم شاف موها النيفو كان مزيان وكان طالع زعما البرة تهزات في البرايم هذا البرة تهزات الفوق يعني باش لا كونكورونس كانت شوية قاصحة الخلعة بزاف. إذا النجمة الذهبية هاد الخطرة غتمشي ل على ما كيبان اللجنة اليوم مهمة الاختيار ما كانتش عندها سهلة حيت المستويات كانت متقاربة ودابا غنتعرفوا على اللي يستاهل فعلا التميز اللي شاف. إذا النجمة الذهبية هاد الخطرة غتمشي ل على ما كيبان اللجنة اليوم مهمة الاختيار ما كانتش عندها سهلة حيت المستويات كانت متقاربة ودابا غنتعرفوا على اللي يستاهل فعلا التميز اللي شاف نجت. تبارك الله عليك. اللي تفاجأت به هو غالي لأنه مني علنوا النتيجة جو تيجري وعنقني ولا سيبكي. فرح بزاف غالي حنين بزاف و يعني ملي كيشوف شي حاجه ملي كيشوفني انا فرحانه كيفرح فهو الدموع ديالو هي دليل الفرحه ولو ستريس اللي النهار كله حنا فيه والجرا والتوجاد والطياب فالحمد لله انه غالي فرح والجمعيه غتفرح وحتى انا فرحت والام ديالي نقولها راك كنعرف الطيب. ديروها الغالي ديروها نعلقوها الغالي ديروها الغالي نديروها الغالي شو لا ميريت غالي برافو On a gagné. Islam, la rassomba, il est. Let's go. نجت بكل صراحة كنا تفاجئنا بزاف انا متفاجئه حيت نسمعوك تقول لي ما تعرفيش طيبي ولكن البايله ماشي شي حاجه سهله. اولا الرز والطياب ديالو كان طوب. ثانيا المذاق ديال البايله كانت هائله. والحاجه الثالثه واللي مهمه في البايله هي طريقه الطهي ديال لي فري دو مير ما خاصهمش يطيبوا بزاف دونك هاد ثلاثه الحوايج صوبتيهم برسك لا بيرفيكسيون. تبارك الله عليك الله يبارك فيك فريمون برافو فريمون برافو. نجات انت فرحانه تهدي المبلغ ديال 5000 درهم للجمعيه ديالك تبارك الله عليك الله يبارك فيك. الرباح ديال اليوم ماشي ديالي بوحدي ديالي انا وصحابي كاملين لان كل واحد فيهم من نهار جيت لهنا علمني حاجه والفضل في البايله كيرجع لنورا صقلي لانه هي اللي وراتني لا غوسيت حيت قلت لها الا عطاوني الحوت شنو ندير قالت لي قلت لها جي عطاوني الحوت شنو غندير قالت لي شوف الا عطاوك الحوت يا اما تقليه وديري افيكين صوص وهذا سينو الا غتقدي تعرفي تصايبيها مزيان ديري بايله. بقات مسكينه بقات كتعطينا لا غوسيت وكتعاود عليا كتعاود عليا تحفظتها
وصايبتها وجاب الله التيسير اللهم لك الحمد. الوالده الوالده كنعرف نطيب كنعرف نطيب. بوغ الجمعيه انا فرحانه بزاف بزاف بزاف. الجمعيه ديالي اللي هي ملائكه الامل اللي كيعناو بالاطفال وكيعناو بالمرضى في المستشفيات. اي واحد محتاج شي حاجه كيقدموها ليه، يعني ما عندهمش تخصص واحد، هما اي واحد كيتصل بهم محتاج الدواء محتاج الطبيب محتاج ما عندوش فين يسكن ما عندوش شي مشكل هما تيساعدوا. فانا فخوره وفرحانه بزاف انه نساهم بهذا المبلغ البسيط ونفرحهم يا رب في هذا رمضان. واخيرا الاسبوع المقبل الفينال. اذا غنطلب منكم ترتاحوا مزيان حيت عندنا بزاف ديال المفاجات اللي تيتسناوكم والقضيه ما غتكون سهله. فاهمين؟ الأسبوع المقبل المغامرة غتوصل لنهايتها والأمور غتصبح جدية أكثر لأنه برايم إقصائي. مشاهيرنا كتنتظرهم تحديات صعيبة على كل المستويات وما بقاش مجال الخطأ. واللجنة معولة عليهم يشرفوا بمستوى ماستر شيف سيليبريتي قدام الضيوف اللي غيتذوقوا معها. في الاختبار الأول المشاهير غيشتغلوا على شكل فرق وغادي يكونوا أمام تحدي تحضير مقبلة وطبق رئيسي أجهزة تقليدية. تكتشفوا الفريق المؤهل للنهايه الكبرى. ثلاثي الذهبي غادي يتنافسوا بشراسه في الاختبار الاخير بحال دي شاف كبار باش واحد فيهم يضفر برابع لقب ماستر شاف سيليبريتي في المغرب. باش تعرفوا عليه كونوا في الموعد الخميس الجاي على دوزان. رمضان كريم.